أعزائي المشاهدين، بنعود معاكم على الهواء مباشرة. بنقدم الأحلام، المستحيل، التحدي. لو وقعت ونزلت على وشك، قوم اقف، اجمد. طول عمرنا رجالة وعشنا رجالة وهنموت رجالة. ولاد بلدي، مهما كانت الشائعات، مهما كانت الحروب، مهما كانت المشاكل، هتلاقيهم واقفين رجالة. بس محتاجين إمكانيات، اللي يسمعهم واللي يشوفهم. محتاجين نفتح الأبواب. المسؤولين عندكم إمكانيات، قصور الثقافة، وزارة الثقافة، مراكز الشباب والنوادي، حاجات كتيرة قوي، حاجات كتيرة تخليك أنت عايش وحاسس بنفسك. بتابع أنا الفقرات بنفسي، والحاجات اللي بنشوفها على الإنترنت بنشوفها بعينينا، الحاجات العجيبة أو اللي برانا نقول نفسنا يبقى عندنا ده. عملوا كأس عالم لمتحدي الإعاقة اللي عندهم ساق واحدة. واحد يبقى مثلا ماشي راح المدرسة وهو بيلعب كرة في نادي، يحصل له بتر في رجله، تنتهي أحلامه ويقعد عامل كده وعكاز، ولا يلعب ويعيش حلمه؟ دي فقرتنا النهاردة. كأس عالم اتعمل من كام شهر، هتشوفوا المشاهد بتاعته اللي شفتها، قلت احنا مش أقل منهم، عندنا أقوى منهم وأحسن منهم وأجدع منهم. المصريين مش كلام، هتشوفوهم دلوقتي. هنشوف كأس العالم الأخيرة اتعملت للعب كرة القدم بساق واحدة. بره عاملين ازاي وعندنا؟ عندنا أحسن منهم. هنشوف الكأس العالم اللي اتعملت دي ونقدر نعمل فريق لمصر؟ ليه لأ؟ احنا بنتكلم لعيبة بتاخد ملايين، بس في ملايين عاوزة تلعب. شوفوا المعادلة عاملة ازاي؟ لعيبة بتاخد ملايين، في ملايين نفسها تمارس الرياضة. مين يحقق ده؟ وزارة الشباب، اتحاد كرة القدم. ده موضوعنا النهاردة. موضوعنا هو المستحيل، هو العلم، هو الدين، هو الأخلاق، هو الرياضة اللي تخلي واحد بدل ما يبقى مكتئب، اللي اتقطع حتة من جسمه ومن رجله من 3 سنين ومن 4 سنين ومن 10 سنين، حقه زيك أهلاوي وزملكاوي يلبس الفانيلا حتى لو معاق. بس ناقص بقى الأهلي والزمالك يبصوا لهم منهم، تعالوا انتوا ولادنا. هنشوف دلوقتي مشاهد من كأس العالم ودول بره، وبعدين نشوف أبناء مصر. شوف كأس العالم كده واحنا معاكم، ورونا المشاهد يا جماعه. شوفوا الجمهور قد ايه، ولا يهمك. بصوا الجمهور، اعتقد دي كانت في تركيا. ده دخل جون، وبصوا الاحتفالات دي، فرحه موجوده بره. الفرحه دي ليها ناس عملوا لهم ورق. المباراه دي كانت بين انجلترا وتركيا، ده فريق تركيا حط جون، الجمهور التركي بيحييهم اهم. دول برجل واحدة، بساق واحدة، الساق اللي تم بترها في حادث، في اي حاجة، في اصابة، في مرض، يقعد وينام ويعمل، ولا نطلع له النور، ولا هو اتحاد الكورة يبقى فقط بس للمسائل اللي انتوا عارفينها. لا، اكيد ليه دور، ودور كبير. بص اهو حط الجول، وعلى فكرة حارس المرمى بيبقى عنده اصابة في يد. بصوا الجمال، حط الكرة ازاي. بصوا الهيد ده، انجلترا حط الجون اهو. انا مش الماتش ده كده 1-1. ها بص، كلهم بساق واحده. الكلام ده تشوفه على الانترنت. طب تعمل ده بقى في الواقع، تحقق الحلم وتشوف الناس دي. بص الجون عمل ازاي. والله لو لعبوا في روسيا فريقنا كان عمل شغل يعني. الله عليكم، الله عليكم، الفرحه. في شغلنا، في حياتنا، بيبقى عندك ميزة. ربنا بيدينا حاجات جميلة بتخلينا، أنا في حياتي ببقى متفائل وسعيد، بقابل أبناء بلدي أحسن ناس. أنا في وقت من الأوقات قابلت أحد المدربين اسمه كابتن يسري، وكنا مع صديق محمد المغربي عشان بيعمل حاجة العمل خير لإحنا المستشفيات، وقال لي إن هو ساهم مع مجموعة، ده كابتن يسري، ان يعملوا فريق للساق الواحدة. بعدين من اسبوع وانا بشوف الفيديو ده كلمته، قال لي ده في مدرب جايبهم وبيدربهم، وهم عددهم فوق 45 واحد، وطلعوا في برامج كتيرة محدش عبرهم، محدش كلم. بيتفرجوا، يا عيني يا حبيبي. لا، مش عاوزين ده. سامعين الاغنية بتقول ايه؟ هيأسوك، خليك جامد يا ابن بلدي. قابلتهم، شفتهم، قابلتهم في شارع السودان امس الاول،
عند ملعب من احد الاصدقاء جبتهم جون بتاع 12 14 بطل عظيم. هم بيمثلوا جيل، بيمثلوا ناس عندهم مشكلات. شفنا الدوله لما بصت صح بتعالج دلوقتي الصح، عايزين وقفه صح في متحدي الاعاقه. سجلت معاهم وبعدين شرفت ان انا العب معاهم كوره، نلعب مع نجوم مصر كلهم من فنانين ولاعيبه كوره. لكن ده احلى مباراه ليا، دي ناس عظيمه، انا مذهول وانا بشوفهم، سعيد وانا بشاركهم. بقدمها النهارده مش للتعجب، لا لتحقيق الحلم اللي احنا نخليهم يبقوا على خريطه الواقع والتنفيذ. نعيش فقرتنا دي اللي بقدمها بمشاعري، ولاد بلدي الجدعان اتجمعوا من كل انحاء مصر، اللي من المنوفيه، من الشرقيه، من اسكندريه، من القاهره، من حلوان، من مدينه السلام. عاوزين نادي، معقوله ما لهمش نادي؟ اه. عاوزين اتحاد كره القدم يضمهم. تعالوا نشوفهم، نقول لهم تعظيم سلام لكل شاب تحس انه اتكسر، اتقطع جزء من جسمه، نقول له حقق حلمك، احنا معاك يا ابن بلدي. نشوف احلى مباراه واحلى لقاء، وهو ده. أعزائي المشاهدين، أحلى صورة بنقدمها بنقول هو ده. المجموعة دي كانوا متفرقين، المجموعة دي كل واحد حصل له حادث بشكل مختلف، ولكن علم مصر ومنتخب مصر والفوز بتاع كأس العالم، وأيضا النت لما نشوف كل الفرق بره والدول تتسوق بالتقاضي إزاي. شاب زي اللي جنبي اللي كان حديث الساعة في ماتش مصر والكونغو، لأنه خدوه صورة العام، صورة كاس العالم، صورة التصفيات. خلص الحدث واتنسى. وزارة الشباب والرياضة، النوادي، الأهلي والزمالك والأرقام والملايين اللي بنسمعها، دول كلهم مواهب، دول كلهم عندهم طاقات، دول عاوزين نطلعهم للنور، يبقى ليهم اتحاد، يبقى ليهم كلمة، يبقى ليهم تمرين مرتين وثلاث مرات في الأسبوع. ده كلامي ومن قلبي بقوله للمجموعة اللي سعيد اني معايا ابطال مصر. معاك كابتن محمود، محمود عبده، ونادي الزمالك عبد الله مصطفى، محمود عطيه، ابراهيم احمد، اسلام محمد، احمد خالد. جون ممتاز. ها، تحب مين، الحضري ولا حضري؟ طبعا. لا طبعا. والراجل ده المدير الفني متطوع، ودي حاجه جميله برضو، بنشيد بيهم وبروحهم، بنشيد بكابتن يسري، بنشيد بالكابتن اسامه حسن. بشكرك وبحييك، وفكره جميله. وكونتهم بقى لهم قد ايه معاك؟ والله هو كانوا متجمعين تقريبا دلوقتي بقى لهم سنه. سنه؟ اه، سنه متجمعين. كم واحد يعني متجمعتهم؟ احنا عندنا حوالي يعني اكتر فرقه في العالم. احنا عندنا اكبر عدد في العالم، احنا عددنا حوالي 50. خلي بالكوا احنا 10 مليون متحدي الاعاقه، يعني في دول كام؟ 15 مليون واحنا 25 مليون. مش مشكله. في دول ما بتعديش مليون ولا 2 مليون ولا 3 مليون. ايسلندا 300 400 الف،
وعملت انجاز في كاس العالم. انت عندك 45 لعيب 50 لعيب بتمرنوا مره كل محافظات. اسبوع ولا كل اسبوعين؟ بنتمرن مره في الاسبوع. مره في الاسبوع لان احنا هو ده الملعب، هو ده المتاح. دول متطوعين بيجوا على حسابهم؟ بيجوا على حسابهم طبعا. مفيش اي دعم، مفيش اي جهه خالص خالص بصراحه. يعني ما يعني حضرتك وكذا محطه تانية جت سجلت معانا. انا اول مره اشوفكم. وبرضه احنا الكلام نفس الكلام دوت، وقلنا يا جماعه طلع عندك تفاؤل وامل. احنا شوفونا ملعب، احنا مع وزير الشباب والرياضه عاوزين ملعب ولو مركز شوف الجزيره عشان يبقى في قلب القاهره يجمعهم، وعاوزين ليهم لائحه وينضموا الاتحاد بقى اللجنه المرمليه، يبقى ليهم اتحاد ايا كان هو فين تحت التاسيس. وبعدين يا ريت بقى الحلم ان كل نادي يعمل له فرقه. بالظبط كده. لان هو يعني انتوا مثلا ممكن ال 50 ولا ال 60 دول الفرقه بتبقى 11. ده اللي هم لا احنا ست سباعي. احنا لعبتنا ست لعيبه وحارس مرمى. شروط اللعبه ان اللاعب بيكون عنده بتر او قصر في الرجل وباقي الجسم سليم. اما حارس المرمى بيكون الجسم كله كامل ويكون عنده بتر في اليد. احنا مجموعه شباب زي ما حضرتك شايف يا استاذ طارق، عندنا طاقه ايجابيه، ما استسلمناش للاعاقه، ما اديناش مبرر لاعاقتنا وقعدنا في البيت وقلنا لا انا عندي اعاقه لا ما انزلش. لا، احنا عندنا هدف، عندنا طموح، عندنا الاهم مهاره وشغف حب كره القدم. فساعدونا ان احنا نحقق حلمنا ونعمل انجاز باسم مصر. لو مش هنلعب باسم انديه نلعب باسم بلدنا. يعني على الاقل في المرحله الاولى يبقى اتحاد ويعمل لكم معسكر ويعمل لكم تدريب. وانا شفت البطوله اللي كانت في تركيا والمشاهدين شافوها معانا. على فكره احنا قدمنا قبل الفقره الرياضه دي والاجوان عامله ازاي. يعني انت نفسك تلعب في الزمالك؟ نفسي العب في نادي الزمالك، نفسي البس فانيله نادي الزمالك. طب عندك فريق يروح الزمالك وانت عندك فريق يروح الاهلي؟ طبعا. احنا مجموعه كبيره. شرم صادق منصور وكابتن محمود الخطيب قال نعمل ده، انتوا جاهزين؟ احنا جاهزين، احنا معانا مجموعه كبيره. يعني احنا اكتر لعيبه في العالم، احنا معانا 50. الكوره مش زملكاوي واهلاوي بس، بقت احتراف دلوقتي معنا جافي. ماشي، وبعت لنا احتراف. كل الجروح لها دواء، يا طير يا حايم في الهوى. كل الجروح لها دواء، يا طير يا حايم في الهوى. اطوي الجناح على الجراح، اطوي الجناح على الجراح واضحك ويلا. انا من ضمن احلامي ان انا اكون محمد صلاح في اللعبه بتاعتي، العب في المان سيتي، لان المان سيتي عندها فريق. عنده فريق؟ عنده كل الدوري الانجليزي والارسنال، كل الدوري الانجليزي عنده فرق قويه. وانا شايف ان انا في كره نسائيه البتر الساق. والله بنات برضه. في كره نسائيه البتر الساق. طب احنا بقى نعملها صح، نبدا اتحاد لاولاد وبنات، وهو مع الوقت لو هم 50 محتاجين 100 تلاقي ال 100 جايين. مصر فيها خير وفيها برضه يعني حبايبنا وناسنا، كل واحد عنده قصه. انا مش عايز اتكلم في القصص. يعني انت اصابتك بقى لها قد ايه؟ يعني انا اصابتي بقى لها 22 سنه. انت عندك كام؟ انا عندي 29. طيب ماشي، كان عندك 7 سنين وحادث. وانت؟ انا من 13 سنه. كان حادث قطر ولا؟ حادث عربيه. 5 سنين حادث عربيه. نفسك تلعب في نادي ايه؟ الاهلي. 5 سنين برضه حادث. 3 سنين. شباب عارف جبر انت؟ انا 3 سنين. بس عندك 3 سنين؟ لا حادثه بقى. احنا دلوقتي باسم مصر، خلي بالك. يعني احنا الحادثه بقى لها 3 سنين. 3 سنين والله كويس انك كنت تلعب في نادي قبليها؟ لا 8 سنين. الحادثه بقى لها 8 سنين. في مصنع ولا في مصنع؟ ده الناحيه اليمين، نروح الناحيه هنا. الصوره دي على فكره بتقول انها كل الاعمار. يعني انت كام سنه؟ انا 13. وانت كام؟ 34. شوفوا الفرق، بس هم فريق واحد. احنا عاوزين نعمل اعمار سنيه بعد كده. ما في اعمار سنيه موجوده، انا عامل فاصل الناشئين عن الفريق الاول. انت عندك فرقتين؟ عندي فريق عندي ناشئين وعندي فريق اول. اسمك ايه؟ يوسف ناصر. نفسك تلعب في نادي ايه؟ الاهلي طبعا. الاهلي. سيف محمد، نفسي العب طبعا في ليفربول. لا في مصر هنا، خلينا على قدنا. اكيد الاهلي. الاهلي طبعا. محمد عظيم، نفسي العب في نادي الاهلي. احمد نبيل، نادي الزمالك. مصطفى محمود، النادي الاهلي. يسري بقى اللي عرفنا على الفريق. ازيك يا يسري؟ الحمد لله.
انت كنت مع الكابتن عملته التكوين ده ولا قول لي؟ كنت بداته كنت انا ومحمود عبده وبدانا الفكره وبدانا الفريق وبدانا كنا بادئين بحوالي 7 لعيبه والحمد لله الموضوع انتشر بشكل كويس بقى فيه لعيبه كويسه جدا وفيهم لعيبه مميزه جدا وعندهم شغف الناس بتحب الكوره وفي ناس سبتهم دلوقتي يعني انت كلمتك معاهم نفسك تقول ايه المسؤول عن الشباب والرياضه في مصر؟ والله يعني نفس اللعبه فعلا تتطبق الناس كلها هتلعب الرياضه دي الناس كلها تمارس رياضه المجموعه دي مجموعه شباب عندها طاقه غريبه جدا الناس بتيجي من محافظات تانية عشان تيجي تتمرن هنا مره واحده في الاسبوع عايزين ناس بدل ما يبقى فيه كده والناس تيجي من بره تيجي للقاهره لا احنا عايزين في كل محافظه يبقى فيه مجموعه تبدا تتمرن مع بعض عايزين ننشر الموضوع بشكل كويس عايزين الناس دي تلعب وتمارس لعبتها وتمارس هوايتها ناس ما كانتش بتلعب رياضه مثلا اللي عنده بدر مثلا بقاله 3 او 4 سنين ما كانش بيلعب رياضه حتى لو كان بيلعب رياضه قبل كده ففي 3 او 4 سنين ما فيش رياضه خالص لما لقى رياضه وحاجه هو بيحبها وكان بيلعبها قبل كده لا نوجد له مكان ونوجد له حاجه نلعبها يلعب بشكل رسمي ويطبق اللعبه بشكل رسمي والناس تشتغل يعني. انا سعيد مع مجموعه من ولاد بلدي الطيبين الشباب اللي زي الفل اللي نفتخر بيهم على مستوى العالم وعندي كلام كتير قوي اقوله اتحاد الكوره جالهم جزء كبير او مكافاه معرفش وصلت ولا لا بتاعه كاس العالم وفي عقود لعيبه وفي بيحصل دعم لقدام اللعيبه هل ممكن يحصل نوع من انواع الدعم العقود اللي تزيد عن مليون نقول 1% لصالح الناس بتحب الكوره سواء بقى لعيب او بنت ودول متعلقين بكرة القدم ودول شكل تاني ممكن قبل ماتشات مصر يلعبوا وتبقى حاجة جميلة نطلع طاقاتهم ونستمتع ونفتخر بهذه الطاقات الشباب دول ممكن نشوفهم في القهاوي أو قاعدين مكتئبين أو نشوفهم بيلعبوا وهم منورين في محافل دولية وبتعمل مسابقات عالمية دول جادرين بعلم واسم مصر محتاجين الخطوة الأولى والتانية والتالتة الأولى يتعمل لهم اتحاد أو يبقوا ملحقين اتحاد كرة القدم وتعمل لايحة تبقى معقولة عشان تدريبهم عشان تمرينهم ونقدمهم في ماتشاتنا ليه لا مش هقول منا ولا عطف ولا لا ده حق وكمان شيء من انواع انك تتكلم على حب وجنون كرة القدم ده تميز اللي عنده رجلين بيجري عليهم لكن واحد برجل واحدة يحط جوان ودبل كيك وحاجات جميلة دي المتعة اللي احنا بندور عليها حضرتك هتشوف المستوى دلوقتي اللي وصلوا له ايه يعني احنا يعني كان في ترشحنا نلعب مركزي عشان هلعب معاهم ده عاوز فرقه تخدم عليها عشان ايه محمود عبد الله هو اناني ولا ايه لا انا المفروض صانع لعب الفريق طب يعني بص اديني كام كره كده على خط الجول حياتنا ساعات بنرسمها وبنجملها بالالوان في لون نختاره يكتمها مفيش حاجة ما بتعديش حياة عايزك تكون عينادي وكل ما تقوى فيها تعيش نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي حال الدنيا بتغير ما بين الثانية والتانية هنعمل ايه وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي وأحوالنا دي بت حير ولو نرضى هتحلى ما بنزعل ليه ومين بيخش عنيف الجون شكله كده بيطير جامد ها لا 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 ها؟ كابتن سيف يعني معانا ولا ضدنا يعني لا كابتن سيف ما بيعديش جون يعني مفيش كره هتخش يعني طب هيقف معانا مين يعدي الجون لا وكابتن احمد خالد برضو من الناس الكويسه لا لا يعني احنا كابتن احمد خالد من الناس برضو الكويسه اللي ما بتعديش يعني احنا طب انا لا يا احمد يا خالد انت زملكاوي ها زي ما انت عايزها احنا عندنا صانع اللعب اهلاوي عندنا المهاجم الهداف بتاعنا زملكاوي عندنا حارس مرمى اهلاوي عندنا حارس مرمى زملكاوي كلكم باسم ايه كلكم ايه كلنا بنلعب بعلم واحد علم لون علم مصر الاهلي والزمالك دي لبعض الوقت عشان نضحك مع بعض لكن في الاخر فرحنا واحد ودول جمعهم الحلم جمعهم الامل اتفضل يا كابتن الولاد دول بالفعل جالهم احتراف يعني جالهم فعلا بالفعل والله يعني انا تواصلت مع ناس وشافوا يجنسوهم بره ياخدوهم بره عندهم طلب مين يعني اللي في امريكا وفي اليونان وفي غانا يعني هتروح غانا وتسيب مصر عاوز تروح غانا؟
كمان يعني انا عايز اقول لك يعني طلبنا من الكابتن هي لب الموضوع كله. احنا اكبر فريق للهانديكابد في العالم كله، يعني في فرقه بتحاول تجاون 11 واحد عشان تخش، بتحاول تجاون 11 واحد عشان يخشوا كاس العالم. بعدين كاس العالم مصر بابطالها في كل مكان. دخول وسط الطريق، دخول كاس العالم مش محتاج تصفيات، انت يتشهر الاتحاد هنخش كاس، نلعب كاس العالم اللي جاي. الالف ميل تبدا بخطوه، دي خطوتنا النهارده. الناس دي هتقدم طلب بكره، النهارده السبت وقت اذاعه الحلقه، بكره في طلب عند الصديق والرياضي اللي دارس واللي بيمارس دكتور اشرف صبحي. عاوزين اتحاد او الحقوا على اتحاد كره القدم او لجنه البرلمانيه ايا كان، يعني هم يعني ايا كان الشكل، بس يبدا تكوين رسمي، ومع التكوين ده تخصص لهم يومين او ثلاث ايام في الاسبوع، ولائحه تديهم بدلات للتمرين وعشان الانتقال، كل واحد عنده اللي فيه مكفيه. الناس دي من جميع المحافظات، يعني انا عندنا كل اللعيبه من جميع المحافظات. منين؟ انا من القاهره، بس في ناس عندنا بتيجي من الجيزه، من اسكندريه، من المنوفيه. المنوفيه بتيجي التمرين في من بنتويت. اللائحه دي تفاصيل مش هتهم الناس، لكن اللي يهمهم الحلم واحد. حلم واحد انه يتحقق. احنا ان شاء الله يتحقق، ان شاء الله حلمنا يتحقق. تحت شعار تحيا مصر بنقدم ابناء مصر بشكل يتناسب مع قدراتهم وامكانياتهم. الناس دي يبهروا العالم، بس عاوزينها ما تبقاش ساعة وهوجة وراحت زي ما الراجل ده طلع واتصايد في برامج ساعة الكونغو ومشي وتنسي كل حاجة. لا، عاوزين حاجة مستمرة للأجيال اللي بعد كده. هو ده، هنلعب معاكم ماتش اسمحولي. لا احنا كمان نفسنا ستوري ان اهل مصر يدعموا فريق المعجزات. احنا فريق المعجزات ومحتاجين اهل مصر تدعمنا يشجعونا. يعني احنا مش هدفنا ان احنا يعني سوري نلبس التيشيرت وخلاص، احنا عايزين نشارك عشان نجيب كاس العالم، مش عايزين نشارك عشان عالمنا يتحط في جنب الاتحادات. ناس كتير عملت كده واتغلبت ثلاث ماتشات، ما تفكرنيش في كاس العالم. لا 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 ده تحدي، بيجي لي صداع من كاس العالم. الرياضه يا تغلب يا تتغلب، ما هو ده الطبيعي، هو ده الطبيعي. احنا اعزائي المشاهدين مستمرين معاكم، هو ده بنحقق الاحلام للسعاده مكان وعنوان. مجموعه من ابناء مصر محتاجين قرار من مسؤول وزير الشباب والرياضه، انشاء تكوين، يطلع اتحاد، يطلع جمعيه، يطلع مؤسسه، يطلع اي حاجه، يطلع اي حاجه تجمعهم مبدئيا ومكان، وتطلع لائحه للتدريب والدوري اذا كان ممكن يتعمل دوري. هو ده، هنكمل معاكم الحلم. استنونا. هيوقفوك، هيحاولوا يقفوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عاند. هيقطعوك وتملي يفشلوك يفكتوك ويزهقوك، وما تزعلش دعالي كله كلام عالفاضي. لو غرقوك قوم، لو وقعوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان، أحلمك بالإمكان، وعشان أنت بطل من جواك في حلم بيستنى. تقدر تدير من غير جناحات، وياك تقول ما خلاص الوقت فات، شوف الجايات وانسى الرايحات، حب الطموح وهتعمل معجزات. تقدر تدير من غير جناحات، وياك تقول ما خلاص الوقت فات، شوف الجايات وانسى الرايحات، حب الطموح وهتعمل معجزات. انت الامل. بعد الماتش الحلو الجميل ده استمتعت بهذا الفريق العظيم الجميل، كله مواهب كل قدرات. بحييكم وبشكركم، وهو ده هو ده. شكرا، واشوفكم في الماتش اللي جاي، يكون معاكم اتحاد، معاكم ملعب، معاكم لائحه تدريب. احلامكم تبدا بخطوه، عاوزين اتحاد او حد يتبنى هذه المجموعه النابغه. هو ده، نكمل معاكم.